شاكر هرجع لك وهسألك على منتخب مصر والشكل اللي ممكن يكون هيلعب بيه امام الكونغو. لسه زي ما كان بيتكلم اسلام، منتخب قوي، منتخب بيمتلك قوه بدنيه عاليه في ظل كمان الاجواء اللي انت بتقول زي ما زميلنا ايمن قال لنا الدنيا اصعب شويه حتى من ابيجان في سان بيدرو. بتشوف الشكل الانسب بالنسبه لمنتخب مصر وايه الاخطاء اللي تفاداها فيتوريا في لقاء الكونغو؟ طيب في اخطاء يعني لازم منتخب مصر يتفاداها، ولازم روي فيتوريا في الست ايام من بعد مباراه يوم الاحد لحد مباراه، عفوا مباراه يوم الاثنين لحد مباراه يوم الاحد، لازم الاخطاء دي يتفاداها. في مشكلتين كبار جدا عند منتخب مصر. المشكله الاولانيه، انت دخل فيك ست اهداف، اربع اهداف من اللي دخلوا في منتخب مصر من السته كلهم من الناحيه الشمال. يعني ماشي. اول مباراه مباراه موزمبيق دخل فيك الهدف من الناحيه الشمال، غير الهدف اللي كان فيه خطا في الارداد من الهدف بتاع قدوس من ناحيه نفس الناحيه، قدوس برضه هدف من الهدفين اللي الكره اتلعبت، ادي الهدف الثاني. والمباراه الاخيره بتاعت كاب فيردي الهدفين من الناحيه الشمال. فهنا يبقى عندك مشكله كبيره جدا عند الاطراف او عند الاظهره، ان انت دايما كشف الاظهره بيجي عليهم دايما اثنين على واحد، ودايما محمد حمدي او احمد فتوح، ونفس الكلام الناحيه الثانيه محمد هاني او عمر كمال عبد الواحد. فالمشكله دي لازم يتدركها روي فيتوريا. انت بتتكلم في اكتر من 75% من الاهداف اللي دخلت فيك من الناحيه الشمال، دي نقطه. نقطه ثانيه مهمه جدا، وهي التعامل النفسي مع لمنتخب مصر بعد احراز الاهداف. منتخب مصر في المباراه الاولانيه قدام موزمبيق انهار في 3 4 دقائق، دخل فيه جونين في اول الشوط الثاني في 3 4 دقائق. صحيح. نفس الكلام في المباراه الثانيه بتاعت منتخب غانا، بمجرد منتخب مصر ما تعادل مع غانا على طول منتخب غانا قام جايب الهدف الثاني، ورجعت انت ثاني طارد النتيجه. نفس الكلام مباراه كاب فيردي، جبت جون في الدقيقه 93 منتخب كاب فيردي قام متعادل معاك على طول في الدقيقه 96. صحيح. فهنا التعامل النفسي مهم جدا جدا مع لعيبه منتخب مصر. ويمكن انت لما تيجي تبص على الاهداف اللي دخلت في منتخب مصر باستثناء مباراه موزمبيق خصوصا مباراه كاب فيردي، هتلاقيهم دايما في الثواني الاخيره، لان احنا زي ما بنتكلم نقول ان المردود الذهني بتاع تركيز اللعيبه بيتاثر بشكل كبير بالمردود البدني اللي بيبقى طبعا في اخر المباراه بيبقى صعب جدا طبعا. بسبب الفتنس اللي بيقل بسبب الرطوبه العاليه، ولازم الناس تبقى عارفه ان الرطوبه العاليه دي بتعمل مشاكل واصابات كتيره جدا جدا جدا. صحيح. نقص الاكسجين في الدم ونقص الاملاح والميه في الجسم بتخلي العضل يحصل له كونتراكشن، فبالتالي بيحصل اصابات عضليه كتير. فده اللي لازم روي فيتوريا يشتغل عليه، ان منتخب مصر بعد ما يحرز الهدف ما يبقاش معرض ان يدخل فيه هدف، لان دي كانت المشكله الكبيره. ولكن في ميزه في منتخب مصر كويسه، وهي ان منتخب مصر اكتر منتخب في البطوله سدد على المرمى ب 18 تسديده في اجمالي الثلاث مباريات، وده رقم كبير جدا. ومصطفى محمد ثالث اعلى لاعب تقريبا في البطوله بيشوط في المباراه الواحده حوالي اكتر من اربع او خمس تسديدات. فانت بتتكلم ان منتخب مصر من الناحيه الهجوميه انك تجيب ست اهداف دي حاجه كويسه جدا، بس لما تيجي تعكسها تلاقي ان منتخب مصر دخل فيه ست اهداف، ده رقم كبير جدا جدا لمنتخب مصر. طب الشكل اللي هيبقى عليه ايه منتخب مصر في الماتش اللي جاي؟ طبعا ازمه كبيره جدا في غياب امام عاشور. امام عاشور هو اللعيب الوحيد اللي في منظومه منتخب مصر اللي بيقوم بالادوار الهجوميه والادوار الدفاعيه بنفس القدره الرائعه اللي هو بيعملها. امام عاشور الميزه بتاعته ان هو بيقدر يسدد برجليه الاثنين، راجل بيعرف يعدي بول كارير كويس، بيمسك الكوره بيعرف يعدي بيها عدد امتار كتيره جدا ويعدي بيها الخطوط. وفي نفس الوقت قوه امام عاشور في استخلاصه في الكور الثانيه، في الكور المرتده اللي بتحصل على منتخب مصر، فهو اللعيب الوحيد اللي بيجمع ما بين النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. حمدي فتحي كويس جدا في النواحي الدفاعيه، ولكن لسه ما شفناش حمدي فتحي في الزياده اللي بيعملها في الاوف سبيس وانصاف في المساحات. وكمروان عطيه طبعا واحد من نجوم المباراه اللي فاتت طبعا. قلنا ان مروان عطيه الميزه اللي بتميزه عن محمد النني في اللعيب رقم 6، غير ان هو مميز في الطلوع بالكوره، انه مهما يضغط عليه وبيتقفل عليه زاويه التمرير بيعرف يطلع بالكوره صح، ونسبه الباصات بتاعته تكاد تكون 95%، ما بيغلطش غير باص او اتنين في كل المباراه. ميزه مروان عطيه ان هو بيعرف يستخلص الكوره كويس جدا. ليه بنقول الكلام ده يا يحيى؟ لان منتخب مصر بيلعب بريسك كبير، انت دايما على طول مطير الباكين عندك، فانت بالتالي صح. معرض ان يحصل عليك كاونترز او يحصل عليك تحولات كتيره. فمروان عطيه هنا كان افضل من النني، ان هو كان دايما بيعمل عمليه الاستخلاص. فهي قصه كلها، هل روي فيتوريا هيلعب بمروان عطيه ومحمد النني زي ما لعب قبل كده في مباراه زامبيا ويلعب بحمدي فتحي؟ بس انت هنا هتبقى عندك مشكله في ان مفيش كرياتيفيتي او مفيش لاعب عنده الابداعيه في النواحي الهجوميه. ولا انا من وجهه نظري ان هو يلعب زي ما هو بمروان عطيه ويلعب بحمدي فتحي ويلعب بزيزو، بس يبقى في ادوار معينه لحمدي فتحي دفاعيه اكتر من ادوار الهجوميه، علشان زيزو مش بنفس قوه امام عاشور في استخلاص الكور وفي المرتدات.